السلام عليكم يا شباب، معاكم كريم عماد من تيم بنتاجرام، وبنستكمل شرح منهج السيكولوجي من كتاب السيكولوجي، ومعانا شابتر 9 اللي هو سيكولوجي اوف ثينكينج اللي هو سيكولوجي التفكير. طبعا ما تنسانيش بدعوة حلوة ويلا بينا نبدأ على طول. طيب دلوقتي بنقول ايه ان الثينكينج اللي هو التفكير ده عبارة عن ايه؟ وايد رينج. وايد رينج يعني مجال واسع من الأنشطة العقلية، mental activities. طيب احنا نفكر وبنحاول نحل المشكلة وبنحاول، وبالتفكير برضو داي دريم. داي دريم يعني أحلام اليقظة، وبالتفكير بنختار نشتري أنهي كتاب، وبالتفكير يعني بنخطط لعطلة أو نكتب جواب، وحاجات تانية كتير بيخش فيها الثينكينج يا شباب. طيب عايزين نعرف بقى الديفينيشن بتاع الثينكينج. زي ما قلنا إن هو mental activity، نشاط عقلي، تمام، that goes on in the brain، يعني بي بي يعني بيش بيبقى بيكون في الع في البرين بتاعنا، في العقل بتاعنا، تمام. when a person is organizing يعني بينظم ويحاول أن يفهم المعلومات، understand information، أنت ما بتحاول تفهم المعلومات أو تفهمها لغيرك، communicating information to others. thinking does not depend directly upon sensory or motor contact with the immediate physical environment. it can be considered language of mind. يعني كل الحتة اللي أنا قلتها دي، يعني مش دايما التفكير بيعتمد بشكل مباشر على الأحاسيس بتاعتنا اللي هي مثلا عن طريق اللمس أو السمع أو الشم أو البصر وكل الحاجات دي، لأ مش شرط. الثينكينج ده يا شباب، التفكير ده جملة حلوة جدا، هو لغة العقل، language of mind، انت لغة عقلك هي تفكيرك، تمام كده يا شباب. طيب الثينكينج التفكير، تمام، يتطلب منك القدرة على التخيل، imagine and mentally represent objects، انك توصف الاشياء، and events that are not physically present. يعني معناها ممكن في بعض الحاجات ما تبقاش موجودة، انت ممكن تتكلم انت عنها، زي الحرية مثلا، انت كونت concept formation، يعني معناها مفهوم الحرية او مصطلح الحرية، ده مصطلح مش موجود بس انت لما بتفكر بتلاقي، بتحس ان هو موجود، ان كل انسان بيعمل ما بداله الحاجة اللي يشاء ان هو يعمل. طيب الكونسبتس يا شباب، mental categories. يعني ايه mental categories؟ يعني المفاهيم دي عبارة عن ايه؟ يعني عبارة عن زي فئات جوه مخنا، تمام، و to form group objects. يعني معناها ايه؟ يعني بنقعد نكون زي مجموعات كده يا شباب في دماغنا. هنفهم دلوقتي يعني ايه كل حاجة. الكونسبت ده يا شباب، المفهوم ده او المصطلح، هو ال idea referred to object، يعني معناها الفكرة اللي بتشير إلى شيء، ده اللي هو المصطلح. يعني أنا عملت مصطلح للكتاب مثلا، عملت مصطلح اسمه مثلا الأرشيف، عملت مصطلح اسمه كذا وهكذا. دي زي فكرة بتشير للشيء، ده المصطلح. يعني أنا أول لما أقول مثلا كلمة كتاب، مصطلح الكتاب، بيجي على بالك إيه؟ حاجة معمولة من ورق مكتوب فيها كلام على طول، تمام كده. or even by noticing similar أو similarities أو attributes. attributes يعني صفات أو خصال، و similarities يعني متشابهات. يعني إحنا بنبدأ نبص على المتشابهات الموجودة بين الأشياء، تمام كده يا شباب. طيب ال concepts are our means of dividing the world into manageable units. يعني المصطلحات دي يا شباب هي اللي بتساعدنا إن إحنا نقسم العالم اللي إحنا عايشين فيه إلى وحدات نقدر نتحكم فيها، manageable يعني نفهمها ونتحكم فيها. يعني نقسم العالم ده لحيوانات وطيور وأسماك وحاجات تانية كتير، تمام كده. طيب دلوقتي يا شباب بقى في مشكلة طبعا بتظهر. ايه هي المشكلة دي؟ لو احنا قعدنا نعامل كل حاجة لوحدها، تمام، وندي كل كاتيجوري اسم مختلف، ده هيؤدي ان الفوكابلري او الكلمات اللي هتبقى عندنا هتبقى كتير جدا. يعني تخيلوا مثلا يا جماعة ان احنا الأسود نحطهم في كاتيجوري مختلف مثلا عن الكلاب والقطط وباقي الحيوانات، دي هتبقى مشكلة. ليه يا شباب؟ لأن احنا كده هنضطر نعمل اسم لكل حاجة، أو احنا فعلا عاملين اسم لكل حاجة بس حاطينهم كلهم تحت كاتيجوري واحد، تحت فئة واحدة. تخيلوا بقى لو كل حاجة بنعمل لها كاتيجوري لوحدها، دي هتبقى مشكلة. يعني مثلا نعمل كاتيجوري للأسود لوحدها، وللكلاب كاتيجوري لوحدها، وللقطط كاتيجوري لوحدها، دي تبقى مصيبة. لا احنا بنحط الاسود والكلاب والقطط تحت كاتيجوري واحد، وهو كاتيجوري الحيوانات او فئة الحيوانات. لكن تخيلوا بقى انهم عاملين فئة للكلاب لوحدها وفئة للقطط لوحدها
وفي لا ده هتبقى مشكلة، لأن الفوكابلري اللي هنحتاجها هتبقى فوكابلري كبيرة. تمام كده يا شباب؟ طيب fortunately يعني لحسن الحظ we don't treat each، يعني احنا مش بنعامل كل object او كل شيء يونيك يعني ان هو فريد، لا احنا بنشوفه ك instance of concept، يعني زي ايه، زي جزء من المصطلح كده، كل حاجة بنشوفها جزء من، يعني مثلا الأسد بنشوفه جزء من الحيوانات، الكلب جزء من الحيوانات، instance من المصطلح بتاع الحيوانات. طيب ال attributes يا شباب دي they are elements of stimuli، هم عناصر ال stimuli. طبعا قلنا يعني ايه كلمة stimuli قبل كده، أو stimulation اللي هو ايه تحفيزي، أو مش تحفيزي يعني زي حاجة بتستيميليت، يعني حاجة بتنشط أو حاجة زي كده. طيب which are abstracted، abstracted يعني مجردة، to enable us to form concepts، يعني ايه يا شباب؟ يعني مثلا كل حاجة ليها صفات طبعا. تمام كده يا شباب؟ طيب الصفات دي بتبقى صفات مجردة، واحنا لما نجمع الصفات دي بنكون منها مصطلحات. يعني ايه مثلا يا شباب؟ يعني برضو عشان اخلطها بالحاجة اللي جاية دي دلوقتي، برضو في حاجة اسمها rule. rule معناها ازاي الصفات بتتربط ببعض، related. يعني ايه بقى الكلام ده يا شباب؟ انا بس قلت اقول رول عشان قبل ما اشرح الحته دي. احنا طبعا اول لما اقول كلمه مثلا، هو هنا المثال اللي جابوه او اللي استخدموه هنا هو التشير، كرسي. انا اول لما اقول لك كلمه تشير، اقول لك كرسي، ايه الصفات اللي هتيجي على بالك؟ هتيجي على بالك انه بيستخدم للجلوس عليه، وان هو مثلا ممكن يكون معمول من خشب او من بلاستيك، او بيبقى مثلا في الفصل مع الديسكات، او في الـ او في الـ في الصاله عندي مثلا لما بيجي عليه الضيوف بيقعدوا عليه مثلا عشان ناكل او كده وهكذا، او بتشوفه على ان هو جزء من الاساس، piece of furniture. كل ده ترجمه، كل ده ترجمه للكلام التاني. تمام، بس خلي بالك ان انت برغم ان انت فكرت في هذا الامر، تمام، انت تجاهلت ان في طبعا التشيرز كلهم مش نوع واحد، في انواع كتيره مختلفه من التشيرز، في انواع كتير من الكراسي، مش كلهم كراسي يعني عشان مثلا ايه لغرض واحد للقعاد، في كراسي للزينه، في كراسي لاغراض تانية مختلفه، بس هم كلهم بيقعوا تحت مصطلح واحد، تشير، كرسي، ولهم صفات متشابهه اللي هي ان احنا بنقعد عليهم، او يعني اساسيا بنقعد عليهم. طبعا في كراسي بتبقى للزينه، بس أساسيا إحنا بنقعد عليهم يعني. طيب البروتوتايب، كلمة بروتوتايب يا شباب دي بتبقى معناها يعني بالمعنى العادي اللي هي الحاجة أول لما تتعمل. يعني إيه مثلا؟ أول روبوت خلقناه، سوري مش خلقناه، يعني أول روبوت عملناه ده البروتوتايب، يسمى بروتوتايب. ثم باقي الروبوتات اللي اتعملت منه بقى دي ما تبقاش اسمها بروتوتايب. يبقى البروتوتايب هي أول حاجة اتخلقت أو اتعملت. تمام كده؟ طيب أما بروتوتايب في علم السيكولوجي بتدي معنى آخر. بروتوتايب في علم السيكولوجي معناها أشهر حاجة من الفئة، يعني فئة الطيور مثلا يا شباب، إيه أشهر حاجة نعرفها؟ إحنا أشهر حاجة نعرفها من فئة الطيور العصفورة مثلا، أو أشهر حاجة نعرفها من مثلا فئة الحيوانات المفترسة مثلا، نعرف الأسود. تمام كده يا شباب؟ مثلا يعني انا بدي على سبيل المثال ده معنى كلمة بروتوتايب في السايكولوجي. تمام كده؟ طيب البروتوتايب ده يا شباب هو بيقول ان هو موديل، يعني نموذج. طيب الفكرة كلها ايه؟ انا مثلا عندنا في البروتوتايب بتاع الطيور، تمام، احنا نعرف اشهر حاجة في الطيور ايه، العصافير او الغربان مثلا. طيب افرض انت شفت طائر جديد، هل في طيور؟ الطيور عددها كبيرة جدا. افرض انت شفت طائر جديد، انت اول لما تشوفه هتعمل ايه؟ هتعمل حاجه اسمها ماتشنج، هتوصله للبروتوتايب القديم اللي هو تبع العصافير، يبقى كده ده تبع الطيور او تبع العصافير. تمام كده؟ زي مثلا comparing feathered creatures اللي هي الحاجات اللي بتبقى ليها فراء to a pigeon. تمام، pigeon ده برضو من الطيور، متهيألي كان الطاووس. The closer a new object is to our concept prototype, the easier is it to categorize. يعني كل ما الحاجة الجديدة اللي انت شفتها دي أقرب للبروتوتايب، يعني مثلا انت شفت طائر جديد بس شكله شوية شبه العصفور، كل ما انت كنت هتعمل له كاتيجورايز أسهل. يعني ايه كاتيجورايز أسهل؟ كل ما انت هتحطه في فئة يعني بطريقة أسهل. طيب يعني مثلا أنا هقول لك حاجة، انت افرض شفت حاجة أوبجكت، تمام، ليها 4 عجلات وأبواب،
تمام، 4 عجلات وابواب. هي مش عربيه، بس انت هتقول ان هي تبع البروتوتايب، هتقول انها تبع البروتوتايب بتاع الايه، بتاع العربيات، بتاع الكارز. فكده بقى اسهل انك تعمل لها كاتيجورايز، تحطها في فئه. تمام كده شباب. طيب هنحط دلوقتي 3 امثله حسب الكتاب، كل مثال منهم هسألكوا هو عصفورة ولا لأ، بيرد ولا لأ، طائر ولا لأ، الإيجل بيرد ولا لأ، طيب البينجوين بيرد ولا لأ، طيب البات بيرد ولا لأ. طيب واحدة واحدة. أول لما أنا قلت طبعا الإيجل بيرد ولا لأ، اللي هو الصقر أو النسر بيرد ولا لأ، أي كلكم من غير ما تفكروا رحتوا قايلين إيه؟ آه بيرد طبعا، طبعا بيرد. البينجوين بيرد ولا لأ؟ طبعا قعدتوا تفكروا شوية. البات بيرد ولا لأ، أو بيرد ولا لأ، قعدتوا برضو انتوا تفكروا شوية. هنشوف دي في الصفحة اللي بعد كده. طيب بيقول according to prototype view، من ناحية الشكل المفروض ان انت زي ما انا قلت لكم هتكرروا اول سؤال سريع. يعني انا اول ما سألتكم الصقر او النسر من الطيور ولا لأ، قمت انتوا قايلين ايه؟ اه من الطيور، من غير ما تفكروا حتى. طيب اما التانيين بقى اللي هم البينجوين، البينجوين ده اللي هو البطريق، والبات الخفاش، من الطيور ولا لأ؟ طبعا قعدتوا تفكروا شوية. ليه قعدتوا تفكروا شوية؟ لأن البينجوين اللي هو البطريق، تمام، هو من البيردز على فكرة. يعني البطريق ده يعتبر من الطيور، بس هو عشان ما بيطيرش، ما فيش بطريق بيطير، تمام. فانتوا طبعا رحتوا قلتوا ايه؟ قلتوا لا، يعني او فكرتوا شوية قبل ما تقولوا ان هو من الطيور. وممكن في بعض الناس تقول لا مش من الطيور. ليه؟ لانه ما بيطيرش، البطريق ما بيطيرش، كلنا عارفين المعلومة دي، بس هو من الطيور برغم انه ما بيطيرش. طيب انا جيت مثلا اسألك البات، البات انت قعدت تفكر برضو شوية من الطيور ولا لا، بس جيت قمت قايل اه ده من الطيور، مع ان البات مش من فئة الطيور، يعني هو ما يعتبرش من فئة البرد. ليه؟ بالرغم ان هو بيطير، بس هو ما يعتبرش ان هو من فئة البيرز، مش مصنف حسب التاكسونومي ان هو من فئة البيرز. تمام كده. طيب وهي دي يا شباب اللي هي الـ3 أسئلة اللي هما اتسألوا هنا. طبعا الايجل ابيرد كله قال طبعا، البينجوين والبات قعدتوا تفكروا شوية على بال ما عملتوا ماتشنج للبروتوتايب اللي هو بتاع التيو. وفي ناس اكيد بتجاوب الموضوع ده غلط، في ناس يقولك اه البات ده بيرد، مع ان البات مش بيرد. وفي ناس تقول البينجوين مش بيرد، مع ان البينجوين بيرد. تمام كده. طيب ايه التايبس اوف كونسبتس؟ عندنا نوعين من الكونسبتس، عندنا فورمال كونسبت و ناتشرال كونسبت. الفورمال كونسبت يا شباب اللي هو الحاجه اللي هي ليها حدود معينه ولا يمكن تخطي هذه الحدود، وهي معروفه كده مش هتتغير. يعني الحاجه السوليد، الحاجه الجماد السوليد اللي هي عكس ليكويد، الحاجة السائلة هتفضل سائلة، والحاجة الجاز الغازية هتفضل غازية، والحاجة السوليد الصلبة هتفضل صلبة زي ما هي. تمام كده شباب. ده فورمال كونسبت، يعني ما فيهاش تغيير. طب الناتشرال كونسبت بقى يا شباب، الناتشرال كونسبت في دونت هاف باوندريز، يعني ما لهمش حدود، ذات شاربلي ديفايند، يعني ما لهمش حدود واضحة قوي. تمام كده. الممبرز اوف ناتشرال كونسبتس دول have a kind of family resemblance. Family resemblance يعني عندهم تشابه عائلي شوية. Help us to recognize that they are same to the category. يعني مثلا يا شباب، مثلا ده المثال اللي أنا هقوله لكم، اللي هو مكتوب لك في كتاب، ال space shuttle اللي هو المكوك الفضائي، والهوت اير بالون اللي هو المنطاد. طبعا السبيس شاتل ده بيطير في الفضاء، مش اما المنطاد ده بيطير في الجو بتاعنا عادي. بس انا اول ما اقول لكم الاسمين انتوا هتفكروا فيهم كحاجه ايه؟ بتطير، ايركرافت. ايركرافت يعني طياره. طيب في حاجه اسمها كونسبت هيراركي، كلمه هيراركي يعني هرمي، والكلمه مع بعض يعني معناها المفهوم، التنسيق الهرمي للمفهوم. تمام كده يا شباب. طيب ايه الفكره بقى من الكونسبت هيراركي ده يا شباب؟ معناها طبعا عشان هيراركي يعني هرمي. تمام كده. ده زي طريقه، تمام، تو كيب مينتال انفورميشن، يعني معناها المعلومات اللي هي في المخ، اورجانيزد يعني مرتبه، فروم بيزك كونسبتس، من المصطلحات البيزك، مصطلحات البيزك اللي هي المصطلحات اللي موجوده عند اي حد، اللي مش اللي هتلاقيها، يعني مش هتلاقي حد
ما عندوش هذه المصطلحات، لازم كله عنده basic concepts، two specific ones للمصطلحات اللي هي بتبقى مش عند كل الناس، specific يعني معناها محددة، مش كل الناس عندها الحاجات دي. طيب بنتحرك من البيزك كاتيجوري اللي هي المصطلحات البيزك الرئيسية to more specific sub ordinate categories اللي هي الكاتيجوريز اللي هي بتبقى sub ordinate يعني فوق الطبيعي شوية يعني، أو يعني نوعا ما هي يعني عايز يقول إنها مش أي حد بيكون عارف الحاجات دي. طيب يعني مثلا طبعا ده عشان أنا صورت وحش، فئة الأنيمالز يا شباب، فئة الحيوانات في منها إيه؟ domesticated وفي منها إيه؟ wild. هتلاقي في الكتاب مكتوب عندك كده domesticated و wild. domesticated يا شباب يعني معناها أليف أو منزلي حاجة زي كده، wild يعني بري. تمام كده؟ الدومستيكيتد القطط، البقر والكلاب طبعا من الدومستيكيتد، بس طبعا انتوا لو تلاحظوا دي المفاهيم العامة، دي البيزك، أي حد عارف إن في كاتس ودوجز وكاوز. تمام؟ بس في بقى بعض المصطلحات اللي الناس ممكن ما تعرفهاش، ان في حاجة اسمها تهجين، وفي حاجة اسمها بيور بريد يعني طبيعي، هجين طبيعي، وفي هجين مختلط ميكسد بريد. ميكسد بريد مثلا نخش في حاجة سبيسيفيك اكتر، في حاجة اسمها بلاك لاب او بوردر كولي اللي هو كيسكا مثلا. بوردر كولي ده يا شباب ده بيبقى نوع من انواع الكلاب، تمام، من مهجن ميكسد بريد، بيستخدم في رعاية الغنم يعني لحراسة الغنم. طيب الاكوايرنج كونسبتس بقى يا شباب، المصطلحات اللي انت يعني بتاخدها في انبورن كونسبتس، يعني معناها مصطلحات انت بتتولد بيها، زي مصطلح الوقت، يعني انت بتعرف ان الوقت بيعدي، الوقت الساعة فيها قد ايه، الدقيقة كده، السبيس ان في حاجة اسمها فضاء، ده انبورن كونسبت، او في حاجة اسمها خلاء، يعني السما دي سبيس زي سبيس خلاء او حاجة فاضية. طيب الليرن كونسبتس دي الحاجات اللي انت بتتعلمها، يعني يعني ايه مثلا it can be either explicitly taught or learned by experience، يعني دي حاجات انت بتتعلمها بالخبرة، زي مثلا محدش بينزل عارف ازاي يسوق عربية بس بيتعلم ازاي يسوق عربية، محدش بيبقى عارف يسوق عجلة بس بيتعلم، وهكذا. محدش مثلا بيعرف يلعب رياضة التنس من نفسه بس بيتعلم. كلمة explicit دي يعني صراحة يا شباب، يعني معنى مش معنى مش قصدي يعني ان انت بتتعلم الصراحة، لا يعني هي يعني هو كلمة explicitly هنا يعني صفة، مش معناها انك بتتعلم الصراحة، يعني الصراحة دي مش من learned concepts يعني. هو عايز يقول ان انت بتتعلمها بصراحة او بتتعلمها بالخبرة، تمام، يعني في حد بيعلمها لك او بالخبرة يعني تعلمها بالخبرة. طيب development of concepts، طيب ازاي بقى احنا بنطور مصطلحاتنا، ازاي بنضيف، احنا عندنا اصلا basic concepts يعني مصطلحات عامة عند كل حد، بس ازاي بقى نعمل لها ديفلوب نطورها. تمام؟ طيب ده عن طريق ايه؟ ليرنينج، عن طريق التعلم، انك تتعلم نيو كونسبت. تمام كده يا شباب؟ ليرنينج اوف اتريبيوتس، اتريبيوتس يعني صفات ذات كاركترايز ات، صفات جديده، اند رول، الرول يا شباب قلنا يعني ايه كلمه رول، الرول قلنا دي يعني معناها اهو تاني هجيبها لكم اهي اهي، الاتريبيوت يعني معناها الريليشن اوف اتريبيوتس، يعني الاتريبيوتس لما تتداخل مع بعض تعمل رول، ودي احنا كنا قلناها قبل كده بس انا بوريها لكم تاني عشان نربط المعلومات. طيب رولز ذات ريليت، هو كاتبها هنا كمان، طيب رولز ذات ريليت ذيس اتريبيوتس. طيب في اغلب الحاجات يا شباب طبعا احنا بنكون المصطلحات عن طريق المينتال ايمجز او البروتوتايبس، طبعا زي ما قلنا قبل كده احنا شرحنا ايه معنى كلمه بروتوتايبس. طيب ساعات برضو بنكون بعض المصطلحات بديفينيشنز، ديفينيشنز يعني بنحط لها تعريف، تعريفات، يعني مثلا انت عملت مثلا مصطلح المثلث، فانت على طول بتقول ان هو مكون من 3 اضلاع وهكذا يعني، او تعمل مصطلح مثلا تقول البيجن هو ده بيرد، يعني ده طائر، but a penguin is not، يعني البينجوين البطريق مش طائر، بس طبعا هو هل البطريق طائر ولا لا، البطريق طائر زي ما قلنا هنا اهو، بالكو تاني اهو، او which is a bird اهو، يعني البطريق من الطيور، بس انت ممكن مكون عندك مصطلح ان هو مش من الطيور بس هو من الطيور يا شباب. طيب في phases of concept formation، يعني معناها مراحل تكوين المفاهيم. تمام؟ عندنا اول مرحلة
يا شباب، اسمها generalization، تمام؟ يعني التعميم. يعني انت لما بتيجي تكون مفهوم انت الاول بتعممه. في الاول انت مش عارف تفرق، يعني انت مثلا شفت طائر جديد فانت مش عارف تقول الفرق بينه وبين الصورة اللي عندك عن الطيور بشكل عام. ودي يا شباب برضو في هذه المرحلة، حتى لو تفتكروا احنا كنا اتكلمنا عنها، احنا قلنا اللي هي فكرة السكيما يا شباب، ان الطفل بيقعد يضيف كل شوية في السكيما بتاعته حاجات بس ما بيديهاش اسماء مختلفة او ما بيقولش الفرق بينها. يعني مثلا بيسمي مثلا الكلب قطة، واي حاجة اي حاجة يشوفها ماشية على 4 رجلين يسميها كلب، سواء كانت قطة بقى او فار يقول كلب على طول، ما هو بقى مش عارف يفرق. طيب الديفرنشيشن يا شباب دي بقى بعد لما يعدي 3 سنين. بعد ما يعدي 3 سنين دي احنا كنا اتكلمنا فيها قبل كده برضه، بيبدأ يحصل في حاجة اسمها differentiation، يعني تفرقة، يقدر يفرق بين الحاجات. طيب الابستراكشن، الابستراكشن يا شباب وده قلت لكم معناها قبل كده، ده نوع من التفكير، تمام كده؟ ده بيتطور طبعا عند سن متهيألي كان ال 12 سنة، وما بعد ذلك طبعا من 12 بقى لحد وانت كبير، يعني عادي الابستراكشن شغال. طيب الابستراكشن شباب انا قلت لكم قبل كده اللي هو التفكير في الحاجات اللي مش موجودة، تمام؟ يعني مثلا الحرية دي حاجات مش ملموسة بس انت عارف انها موجودة، انت عارف ان الحرية موجودة بس هي مش ملموسة، ده ابستراكت ثينكينج. او في ايضا انواع من الابستراكت ثينكينج اخرى اللي هو ايه، grasp the essentials of a whole، يعني معناه انك تبقى فاهم اساسيات كل حاجة، تمام؟ او to break the whole into its parts، يعني انت مثلا عندك حاجة متكاملة شايفها قدامك تبدأ انت تجزئها لحاجات، او to discern common properties، يعني معناها انك تبدأ تفهم ايه، تفهم يعني بشكل جيد ايه الصفات المشتركة، يعني تفهم مثلا ان الصفات المشتركة بين الحيوانات انهم بيمشوا على 4 مثلا يعني. طيب وهكذا. طيب التايبس اوف ثينكينج هي انواع التفكير. نخلي بالنا يا شباب عشان في حاجه بتلخبط الناس، في كلمه اسمها ايماجيناتيف وكلمه اسمها كرييتيف. كلمه ايماجيناتيف يا شباب، ايماجيناتيف جاي من ايماجينيشن، ايماجينيشن يعني خيال، كلمه خيال يعني حاجه عكس الواقع او غير واقعي، فكلمه ايماجيناتيف يعني اوتستيك، اوتستيك يعني متوحد برضو خلي بالكم. imaginative او autistic thinking ده اللي هو التفكير الخيالي، اما كلمة creative thinking يعني تفكير ابداعي. معنى كلمة تفكير ابداعي انه تفكير واقعي على ارض الواقع. ونخلي بالنا ان creative thinking يا شباب يعني لو ما بيحلش المشاكل كده ما نسميهوش creative thinking، اما imaginative thinking ده تفكير اصلا خيالي ما بيحلش مشاكل ولا بيعمل اي حاجة، فهو كاتبين ايه؟ unrealistic يعني غير واقعي، uncontrolled thinking يعني ما بتقدرش تتحكم فيه، not goal directed يعني انت ال imaginative thinking مفيش هدف، انت بتفكر بلا هدف، doesn't need attention يعني انت عمال تفكر بس مش محتاج تنتبه، doesn't lead to exhaustion يعني ما بيتعبكش التفكير ال imaginative. طيب نخلي بالنا هل هو مفيد ال imaginative thinking؟ اه مفيد لو هو moderate، moderate يعني معتدل. ليه؟ لان التفكير ده الايماجينتيف ثينكينج ساعات بيحقق لك بعض الرغبات في خيالك، يعني انت مثلا في خيالك مثلا عمال تفكر اه انا نفسي في العربيه اللي هي كذا، فده يعني نوعا ما بيحقق لك رغبات. بس نخلي بالنا لو التفكير ده زاد عن حده ما بقاش مودريت، بقى مثلا سيفير، بتفكر بحده، تفكير خيالي ايماجينتيف، ده هيؤدي لايه؟ يؤدي لحاجه اسمها داي دريمز يا شباب، يعني احلام اليقظه. طبعا في التشيلدرن ده امر مقبول لان طبعا ده imaginative play يعني هما بيلعبوا. طيب controlled thinking، controlled thinking من اسمه يعني التفكير اللي انت بتقدر تتحكم فيه، يبقى هو controlled and goal directed يعني تفكير بهدف، بهدف، اما ده تفكير بلا هدف. طيب وده برضو ال controlled thinking اهو يا شباب creative، creative يعني ابداعي، إبداعي مش خيالي، كلمة خيالي قلنا مش حقيقي، أما الكرييتيف ده تفكير واقعي لحل المشاكل and can be logic منطقي، تمام؟ examples بقى of controlled thinking إدانا شوية أمثلة، problem solving يعني حل المشاكل، scientific innovations الإبداعات العلمية، أو all forms of creation يعني مثلا المؤلف لما بيألف قصة. طبعا ممكن حد يقول لي ده imaginative thinking، يعني مؤلف لما يألف لنا قصة بيقعد يجيب كلام غريب وبتاع، لا ده مش imaginative، ده controlled يا شباب، controlled. ليه controlled؟ لأنه التفكير ده بيجهد الكاتب، أما الimaginative ما بيجهدش الكاتب،
كمان التفكير اللي هو الكنترولد ده الكاتب بيقدر يتحكم فيه، يعني مش طول الوقت عمال بيحلم، لا ده وهو بس قاعد بيكتب بيفكر في الأفكار اللي هو هيكتبها لك. تمام كده يا شباب، وأتمنى يكون الجزء الأول استفدتوا منه، وهوقف الفيديو هنا ونستكمل في الجزء الثاني بإذن الله. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.